السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله معانا عرض عينية، حاجة كده من الفواخر، وكمان عشان خلاص هنعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله هنبدأ شغل من تاني بعد عيد الفطر المبارك. طيب النهاردة بفضل الله قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تشكروا ربنا وتصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة بفضل الله معانا عرض عينية عبارة عن 4 ذكورة و4 نتي، 4 ذكورة و4 نتي. حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، غنم واخدة على العلف، أعمار النتي 5 شهور، والذكورة فيهم 2 5 شهور و2 4 شهور. طيب بالنسبة لأسعار الذكورة 3750 جنيه حبل واحد ال4 ذكورة، 3750 جنيه جملة حبل واحد ال4 ذكورة. بالنسبة للنتي 3500 حبل واحد برضو ل4 نتي، الواحدة عاملة 3500 والذكر عامل 3750. طبعا غنم من انضف غنم، طبعا واخدين تحصيناتهم الكاملة، وبيتم تحصين الكوفاكسين 10 امراض، وده مش هتلاقي الكوفاكسين ده في اي مزرعة تانية، وده حاجة انا متأكد منها ومتأكد من اللي انا بقوله. كوفاكسين 10 امراض بيتم تحصينه، وبيتم تحصين حمى النقل. التحصينين دول بيتحصنوا قدام حضرتك قدام عين العميل قبل ما بتستلم شغلك، عشان نتجنب اي مرض مميت ممكن يجي للغنم زي الكولوستريديا والباستريلا والموت المفاجئ، كل الكلام ده في الكوفاكسين ال10 امراض. فربنا يبارك لصاحب النصيب. للتواصل معايا عن طريق الواتساب او تليفونيا على رقم 0155955-1306، هتلاقوا الرقم في اول الفيديو، تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق الواتساب او تليفونيا. المكان بشتيلي امبابة محافظة الجيزة، بشتيلي امبابة محافظة الجيزة. يا رب يكون العرض نال اعجاب حضراتكم، أشوفكم إن شاء الله في عرض جديد من داخل المزرعة البيتي. كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.